الطريقة هي تعتمد هالمخرطة هاي على هالقوس هاد وهالحبل. هلا هذا القوس والحبل بنحطها بالركابية الطريقة هي هيك، تكون هون هيك طريقة البرم تبعها. روحي ليش؟ لأنه أنا ربيت فيها هالمخرطة. أنا لما كنت فيها ما كانوا لا أولادي ولا كان في حدا، فهي روحي بتمتع فيها هي. ليش؟ لأنه أنت اليوم وقت عم تشتغل بالتراث أنت بإيديك وبرجليك وعم تحط طاقتك وعن العرق عم ينزل منك وعم تحط جهد وتعب وتفكير. أنت عم تشتغل شو بدك تطالع وشو بدك ترسم بالقطعة وشو بدك تساوي، يعني قديش أنت عم تنبسط فيها وتتمتع فيها. يعني هي مثل حكاية الرسام. وعم نساوي كل شيء نحن من التراث، يعني المهباج كانوا بالاول يدقوا فيه بند، نحن بنسويها بشكل مصغر من الكبير هيك لاصغر 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 مشان يجي الزائر او ابن البلد ياخذ له قطعه انه هيك كان نحن تراثنا، هذا تراثنا.